السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة مانشستر سيتي أمام نادي واتفورد، مباراة في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم بإذن الله تعالى السبت 23/4/2022. المباراة بإذن الله تعالى معاد الساعة 4 عصرا أو مساء توقيت مصر وليبيا والسودان، معاد الساعة 5 مساء توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معاد الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر، معاد الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب، ومعادها الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. قناتنا كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم، معلق المباراة جواد بدة، ملعب الاتحاد وملعب المباراة في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وليكن القنوات الأجنبية الأخرى ناقلة المباراة، يعني هنقول المهمين دي جي سبورت 1 اتش دي المجرية، بين سبورتس اتش دي 1 انجلش، زيجو سبورت سيلكت اتش دي، كي 24 الكينية، اس سبورت 1 اتش دي، سوبر سبورت بريمير ليج، بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم، سوبر سبورت اتش دي 2 قلب مثلا، وسوبر سبورت ماكسيم 1. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.